وخلال اتصال هاتفي في نشرة سابقة، أكد الدكتور عمر العبيدلي مدير البحوث بمركز دراسات، أكد أن تطوير قطاع النفط والغاز يعد ركيزة أساسية هامة لخلق الفرص التي تضمن استمرارية واستدامة هذه المنظومة الاقتصادية. ترى دائما هناك حاجة لتحديث هيكل العمل للشركات، وهذه فرصة اغتنمت مملكة البحرين فرصة لإجراء ذلك لشركاتها في ظل القرارات المهمة التي اتخذتها الحكومة، على رأسها الالتزام بالحياد الصفري في عام 2060.